بلطجيه. طب تعالى تعالى. انت هتعمل ايه؟ متخافش. بص يا سيد، انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها بالظبط. ماشي. هتعمسها على الكباتين. اسم النبي، حرصك وسينك وضمنك يا دل امك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران. هو في اطعم منك؟ ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا تعم يا سيد امك. الله الله الله. طب وليه بقى؟ ليه الغلط ده؟ ايه ابرز دي؟ بقول لك ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا سيد امك. طب ايدك بس، ايدك تحت شويه كده عشان جاكيتك جديده. ها شفت يا سيد؟ ايوه كده. ولا لازم الواحد يرخم عليكم يعني؟ طب اقلع الجاكيتك الجديده يا عين امك. على فكره انت كنت هتوقعني. ها ماشي يا عم. ماشي يا سيدي. وادي الجاكيت الجديد هاي. وادي الجاكيت حاطه على فكره، دي فيها صورتي وانا صغير. ها حلال عليك، تتربى في عزك. والمنطلون كمان؟ لا المنطلون بقى لا. المنطلون خلص. طب ما يعني اديني فرصه يا يعني اتخانق معاك يعني واتلامط. الله، ما دي مش اصول خناقه بقى. الله خلص يا انا بقلع اهو يا عم. بس على فكره عيب 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 قوي اللي بيحصل ده. احنا اولاد منطقه واحده وانا ساكن في الدور الرابع هنا. ها بقول لك انجز. حاضر يا عم حاضر. بالراحه شويه اهو. ادي البنطلون اهو اهو، ولو انه مش ماسك. وانت يا امور يا نايتي ما تقلع، ولا مستني لما اجيب الدره تقلعك. انا مش نايتي يا زكي، انا مش نايتي. لا انا ماشي، انما سيد النايتي لا لا، سيبهولي انا. يا سيد انا مش قايلك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط يا سيد. اقلع القميص يا. هو انت كنت بتقول لي ايه؟ يا سيد امك. شكرا يا سيد امك. اخلص واقلع البنطلون. لا البنطلون لا. ايه ده، انت رابط البنطلون في وشك ولا ايه يا سيد؟ اتفضل سيادتك. ثواني ثواني بس ما اجيب بقيه الحاجات. معلش اخرناكم. خور العيال دي لبسهم بدله التشريفه. لا ما تسيبهمش، روحوا مالص كده. وبعدين يا شيخ وحياة النبي خد بالك من الواد ده، اصله شقي قوي وعاجبني. شكرا. شفت عجبته؟ تاني مره بسمع كلامي. ها بسرعه والنبي يا ريس بقى لحسن انا بردان قوي. الحمد لله يا بابا بيصحى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تعال. أنا؟ أمال يعني أنا؟ أيوة أنت. أنت فين يا زكي لحد دلوقتي؟ كنت بصلي الفجر. صلي الفجر؟ إيه ده؟ إيه؟ إيه المنظر ده؟ إيه أنت كنت بصلي الفجر بالشكل ده؟ ها؟ ها؟ لا لا إيه؟ إيه ده؟ هقول لك. تاني؟ تاني إيه؟ تاني يا زكي. تاني يا هايف يا تافه تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني لا عشان لا. ياخدوا هدومك ويضربوك تاني. حصلت. تاني ما حصلش ايه؟ انت كبنة ما بتحسش؟ ما بتحسش يا تافه يا كبنة؟ قطعت الجيب يا بابا. هو اللي طلع. خد ورق ورق يا بابا. مبسوط مبسوط؟ هو انا مربي قرد عندي في البيت؟ ايه اللي بتضايق؟ ولما انت خرع بتروح لهم ليه عشان يضربوك؟ مين قال لك؟ مين قال لك يا بابا ان هم ضربوني؟ ده انا اللي ضربتهم. ايوه وعملتهم العافيه كمان. واهو اهي هدومهم ايه؟ وهدومك انت فين؟ الله معاهم. يعني اسيبهم يمشوا عريانين يا بابا؟ لا ازاي، ما يصحش. يعني انت يرضيك اصرف عليك اكل وشرب وهدوم ليك انت واللي بيضربوك؟ طب اهدى بس اهدى يا ناس. حرام يا بابا. اهدى شويه. حرام عليك. ارحم خالص يا بابا. سخن مالكش دعوه. سخن ده انت هتموتني وانا واقف يا ابني. تعالى تعبتني. طب تعالى بس هفهمني يا بابا بقى. خد يا زكي. قلبي قلبي. ايه بابا؟ قلبي يا بابا. مالك قلبي يا بابا؟ مالك؟ شفت انت كل مره بتعملها فيا وبصدقك. يا بابا يا بابا يا مكار. عرفت ان انا هقدر امسكك. هتروح مني فين يا زكي؟ خلاص بقى يا بابا. اقف هنا. قلت لك اقف. قلت لك كده تكون بتاع جلابيه الناس يا بابا. هقول لهم ايه دلوقتي؟ يعني كنت بهزر مع بابا. بتهزر مع بابا يا قليل؟ انا بتهزر؟ تعالى يا انت. يعني انا مش هقدر امسكك؟ هتبات بره يا ابني. تعالى ما تتعبنيش. طب تعالى بقى. كله لا التفاح الا التفاح الا التفاح يا بابا. لا 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 لا
انت هتشلني يا ريت، انت هتشلني، انت هتشلني. اسمع يا بابا بقى يا قليل ادب. ايه يا بابا مالك صوتك جاي لاخر العماره ليه؟ تعالى يا جمال يا ابني شوف الزفت اخوك. خلاص يا بابا، ناس ضربوني وخدوا هدومي وخدوا جزاءهم. هم مين دول اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ يا ابني انا محدش ضربني، انا ما اتنقلتش من هنا، ده اخوك. مين هم اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ ده الناس هنا في الشارع اللي على اول الشارع اللي ورانا. طب ثواني انا هروح اغير هدومي وهنزل اجيب لهم لكم ربطين. بلاش انت يا جمال تروح تجيب ناس تانية، بلاش. اخويا ازاي يضرب وانا على وش الدنيا؟ طب بقول لك ايه، طب خليك يوم تاني ابقى كويس وهنزل انا اجي معاك. اسمع ما دام صحيت يبقى لازم اتخانق. اللي تشوفه. ايه حبيبي رايح على فين؟ صحيت ولازم اتخانق. طب ما تستنى لما اولد واجي معاك. طب بقول لك ايه، اضرب انت الاول يا جيمي. زيكو. ازيك يا سري؟ ازيك يا زيكو؟ عامل ايه في الحمل النهارده؟ لا ابن اخوك تعبني، عمال من هنا لهنا مش مركز، واخد عين ابوه. سالم صباح الفل. سالم شو بحب انكشك يا سالم. طيب ايه حضلك العشاء؟ اعملي شويه جبن كده. ثانيه والفول يبقى جاهز. على مالك انت ماشي وقت الكعبين؟ شفت انك بجح وقليل ادب. الله ليه يعني ما شبعتش من العلقه اللي كلتها تحت؟ جاي تاكل عندنا كمان يعني؟ ما كلش. ايه ده، هو التفاح خلص؟ كده انا عندي 7. ايه ده؟ اسود ولا ايه ده؟ ايه ده؟ لا مش ده الريموت بتاع التلفزيون؟ حاطه في التلاجة ليه؟ خايف عليه الاسيح؟ الواد ده مجنون رسمي، والله مجنون، انا مش فاهم دي ايه؟ ده شيء زاد عن حده يا حبيبي. ملاك نايم وسط الزبالة في كده في كده. وإيه دي؟ إيه دي؟ حد ينام في بيت عقلك؟ إيه ده؟ كوتشيني المنوم اللي بتنيمه هو نايم حاضرها كده ليه؟ وإيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ايه يا بابا ده، وكل يوم كده سجاير وشاي على الريق؟ انت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش انا، ده الواد سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. هو سيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويصفيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا لا بتهزر يا واد، انت تعبتني. قوم قوم من وسط المزارع اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. ما ارميهم في الارض. لا ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وايه دي جزمتك؟ ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك ليه؟ ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم اتفضل قوم. انا بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم. طيب قوم. طيب خمس دقايق خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع لك. ترجع لي فين يا ولد انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو قوم. قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لا انت بتتصرف في الادراج. امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونه ارحب في الهوا، انما في الادراج في الكتمه الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا الميه. طيب. يلا بسرعه. طيب في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا اخويا على الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراتي دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره، بعد ما وضبت البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هتلوم يا جماعه ليه ده العيش بايت ليه كده؟ ده الفول ده حش ماشي، جبنه مربى هنخلص على طول. ما تقعد تاكل زي البني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا هم واقفين عادي. يا سلام، وانت عندك رد على كل كلام؟ تسيبك منه بابا، ده بني ادم مقرف. ما جميل
ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كل ده كده طيب. ها الحمد لله. ما تقفل الباب زي البني ادمين يعني انت؟ ما في بني ادمين بيرزعوا البيبان عادي يا بابا. الله ايه ده؟ طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك طلقني. ايه ده؟ يو يا سارة عليكي. ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعة عمالة تقولي ثانية واحدة. هو خبط عربيتك ده هيجي على دماغي؟ نهار السجاير. هو انت يا اخي خضيتلي. امال بابا فين؟ نزل من بدري. انت لسه ما لبستش؟ روح البس يلا بسرعه تقتلنا. مش عايزه اروح تدريب السباحه ده. اه دي بقى اسطوانه كل يوم. طب انا بقى هتصل ببابا وهو منك ليه؟ هو يتصرف معاك. يلا يلا امشي. كلميه. ايه بقى يا عمر، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تزعلنيش منك. مفيش يا بابي يا بابي. اندهني شيرين. هاي شيرين، ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربيه بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم، انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خير بي؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشه. اتصور انها خبطت العربيه بتاعتها مره تانية. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع ايه؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طبعا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت كمان انا ما عادش عليك الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك لو ايه؟ فاكر نفسك بتشتغل فتكيه؟ ايه اللي جالك متاخر؟ انا ده سيد اللي جاي متاخر. انا هنا من الصبح بدري. طب انجاري شوف شغلك. حاضر. تعال هنا تعتبره ده اخر انذار ليك. فاهم؟ فاهم فاهم. خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك خد سي دبليو سي ثانيه بس واجيلك. اوكي حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت في اخلاقك. شفت. لو سمحت ممكن كوبايه ميه؟ ايوه كوبايه. كوبايه ميه. كوبايه ميه. ايه ده سميره؟ سميره بهيم. زكي عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه يا سمسم؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك انت؟ اخبارك ايه؟ الحلاوه دي لفيتي ودورتي وبقيتي قمر. ايه ده اتخطبتي؟ ليه يا شيخ؟ اه والله. فاكر الواد شكري زميلنا في الكليه؟ شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزري. الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما لقيتش غيره. لا اخشى عليكي اخشى عليكي. بصي تعديت منه كنت هقول اخشى عليك. معقوله كده؟ يا حبيبي. فاكره فاكره يا بنت؟ فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره يا شكري؟ ايوه عارفه فاكره. انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره لهتم ده ولا فاكره لما سوسته الجيبه بتاعتك اتقطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري. ايوه فاكره شكري فاكره. ولا فاكره فاكر انت بعد ما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام. بس ده كان في سنه ثالثه بس. انا بتهرب. شكري انت كنت عايزه ميه؟ ها اجيبها لك بالثلج ولا من غير؟ اي حاجه. طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيدي. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله. طب ما هو زي ما هو ما اتغيرش بيجي فجاه برضه. اه ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيد. فاكر فاكر يا شكري ايام الجامعه لما كنا بنتلم كلنا في المكتبه بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه. انت يا زين ما اخترت. يا زين ما اخترت سميره بهيج. ذكريات ذكريات زباله يا زباله. بذكرياتك الزباله دي يا تافل. طول عمرك تافل طول عمرك تافل. لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط. اه دي كانت عايزه ميه. هي مسكره في الميه صدقني. ثلاث سنين يا دتمه يا دتمه. ما
مفيش بوسه وانا خضك بوسه. كتير يا شكري، 3 سنين على سميره كتير، ده انت متاخر يجي سنتين وست شهور يا راجل. شفت المصيبه؟ معلش معلش، مفيش مسؤول هنا يا جماعه، مفيش مسؤول. مسؤول يا جماعه؟ مسؤول؟ ايه اللي بيحصل؟ عطك المسؤول في ايه؟ فعطك انا رحت دبليو سي 3 ثواني ما اتاخرتش، 3 ثواني لقيته قاعد بقول لها ثوتت، ولما كنت ماسك لك الثوتة وزمن الثوتت اتفتح. ايه حصلك؟ حفان سيادتك، حفان سيادتك، هو مش عايز افهم حاجة. هو 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 خاطب واحدة اصلا زبالة سوستة، اعملها ايه؟ جيب لي حقي يا باشا، جيب لي حقي. حصلك بره بره، مش عايز اشوف ايدك تاني هنا خالص. ده انت في بالة وهي اسبل منك. بره، وانت فوتك وقع الدهان من على الحيطان. بره. ايه يا حازم؟ انت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك ما تسيبه في حاله. الله، ام الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف؟ احلى ورده لاجمل بنت في الدنيا. اه ميرسي قوي. دي ساره، يلا بينا.